رغم صغر سني إلا أني حسيت بمرارة فقدان الأب والأم. عشت في قرية وانتقلت للعظيم وانتقلت مدرسة الأيتام، فالآن في مدرسة الأيتام حسيت باليتم وحسيت سبب أنه حنان فقد الأم والأب، وكان حقيقة شعور الحقيقة لا يوصف الحقيقة. رغم صغر سني لأن احتفظت بهذا الإحساس لنفسي الحقيقة لسنوات طويلة جدا.